إدانة العمليات الإرهابية والوقوف دقيقة صمت لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين سقطوا مؤخرا في محافظة حضرموت على أيدي الجماعات الإرهابية كانت مفتتح المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي استنكر الحملات الموجهة ضد رئيس الجمهورية على خلفية الحملة العسكرية ضد الإرهاب. لذلك فعلاً يؤكد المؤتمر الشعبي العام على دعم القيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب، ونتطلع إلى أنه فعلاً تنتهي هذه الحرب بالحسم، وكذلك يستنكر المؤتمر بشدة إقحام الجيش في حروب طائفية أو مذهبية مع ميليشيات مسلحة، لأننا لسنا بحاجة فعلا إلى أن نفتح حرب جديدة في هذه المنطقة أو تلك إرضاء لفلان أو فلان. الجيش يبقى للشعب، والحروب التي يقوم بها الجيش هي حروب الشعب وليست حروب قبائل ولا حروب عشائر. الجندي استغرب صمت الحكومة إزاء الأوضاع المتردية في البلد، خصوصا ما يمس احتياجات المواطنين وما يشهده الشارع من أزمات في المشتقات النفطية، وعزم الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية مقارنة بالصرفيات اللامعقولة التي تنفقها في السفريات وغيرها. هذا الكلام كله دحين في الأرقام وما بقول مشتقات نفطية بالسوق. طبعا ماذا قال؟ يعني ما بقول لك الخطوة حق رئيس الجمهورية مدري منو دخل هذه الكلمة قاسية؟ والله قالوا سننفذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس. يحملوا الرجال القرعة. فخامة الرئيس ما يقصدش هذا الكلام الذي يقصدموه، يعني يلا التقطوها من التلفزيون مدري كيف دخلوها بالخطاب وقالوا خلاص أجا الفرق يلا بنرفع بنرفع الدعم. شوف الرئيس افتهم له اللعبة. رجع عندهم قال لهم أنتم الحكومة الذي تتخذ القرار. المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه تساءل عن الأسباب التي جعلت قيادات إخوانية تسحب أموالها من البنوك عقب تصريحات أخيرة لعقوبات مرتقبة تشمل رعاة الإرهاب في اليمن. كل الجمعيات الإسلامية تسحب أرصدتها خوفا من قرار لجنة العقوبات، لأن في تواصل بين الانتربول وبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وفي عقوبة احتمال تصدر لأنهم يعرفوا أيضا من هو قريب من الإخوان ومن هو بعيد من الإخوان. والله إذا كان يعني علي عبد الله صالح يريد عمل قاعدة المجتمع الدولي خبر. المؤتمر الصحفي أدان ما يجري في محافظة عمران من اقتتال بين جماعتي الإخوان والحوثيين، داعيا الجميع إلى تحكيم العقل والمنطق وإنهاء المواجهة الدائرة بينهم. إحنا في مشكلة، يعني هل ندخل في حرب؟ الحرب يعني في عمران بالحقيقة ليست من مصلحة البلاد على الإطلاق. يعني إذا كان الخلاف حول محافظ أو قائد أو شخص موظف يجب تغييره. ما خلق الله على وجه الأرض إلا هذا المحافظ يبقى ولا على حساب اللي افتح لنا حرب من أجل نحمي المحافظ. يعني الأمور فعلا تحتاج إلى نوع من العقلانية والمسؤولية، والجيش لا ينبغي أن نزقبه في مثل هذه الحروب العبثية التي جربنا منها ستة ولم نفلح. المؤتمر اختتم بتساؤلات الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الذين تطرقوا في أسئلتهم إلى الأوضاع الراهنة في اليمن والأزمات التي يتجرعها المواطنون دون أي تدخل حكومي يذكر أو بوادر جهود لتخفيف معاناتهم والوقوف إلى جانبهم كواجب عينت من أجله وليس تفضلا على مواطنيها. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.